أسرهم أطفالهم لتأمين ممتلكاتهم لتأمين الممتلكات العامة للأمن الخاصة ويروع المواطنين. الأمن العام جهاز ويحكي ويعمل من خلال قانون الأمن العام وعلى رأس واجبات تبعها الحكومة بشكل إيجابي وقدمت كل ما يلزم. الجريمة بطبيعة الحال لن تمر بدون عقوبة. الأجهزة الأمنية تبذل كل الجهد لضبط الجاني وبالسرعة الممكنة. جلالة سيدنا يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الزميل عبد الرزاق وتوجيهاته أن يتم ضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة. سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال. لن يسمح لأي شخص أن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي اللي إحنا نقر فيه ولا نمانع فيه ونحميه أن يستغل مثل هذه الاحتجاجات لأخذ البوصة باتجاه العنف والإضرار بالممتلكات والأضرار بأمن الدولة والذهاب بنا إلى حالة من عدم الأمن لنا ولأسرنا ولممتلكاتنا العامة والخاصة ومآلاتها الصعبة التي إذا حصلت لا سمح الله قد يكون النهوض منها صعب. وحاول الحوار لاحقا. السؤال الثاني شهد الأمن العام يؤمن المواد الأولية تجمع العقبة. تأخر هذه المواد يؤدي بالضرورة سيؤدي بضرورة ارتفاع أسعار صحفية أو مجالس نتعاير في بعض الدول. الشهيد العقيد ولدينا الشواهد على هذا الجانب ولدينا عدد الإصابات منذ أن بدأت الأزمة المتعلقة بالمشتقات النفطية وتعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي وقدمت كل ما يلزم لمثل هذا المطلب، لكن وللأسف أنه انحرفت في يوم الثالث عن المسار وأخذت هناك أشكال تظهر من المعبرين من خلال قطع الطريق والاعتداء على المنشآت العامة والحاق الضرر أيضا في الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة والعمل على تعطيل حياة الناس وأيضا الحاق الضرر في جميع يعني مناحي الحياة وخاصة في المناطق الجنوبية كما شاهدنا، ووصل الحد حتى أنه يتم استخدام العيارات الدارية وإطلاق النار باتجاه الشرطة وبشكل مباشر. منذ الأيام الثلاثة التي أعلنت عنها عشيرة بني حسن اليوم بعد الشيعة موجود في واللي أيضا متأثر واجب بالتأثير على المواطن، فاللقاء مستمر الحديث مع مجلس النواب. قرارات الأمن العام هذا الشكل طيب المعطاء كل الخير وشكرا جزيلا.